في درسنا الخامس في سلسلة اللوجوز هنتعلم النهاردة ازاي نعمل 3 لوجوهات بطريقة سهلة او الفكرة بتاعتهم تكون سهلة وبسيطة وهتديك شكل حلو وبتكنيك بسيط. فيلا بينا نشوف ازاي هنقدر نعملهم النهاردة. هنفتح دوكيومنت جديد، الدوكيومنت بتاعنا 1000 في 1000، وهجيب الريكتانجل تول، هرسم الريكتانجل بحجم التصميم بتاعنا، مثلا ممكن نقلل اللون ده لأفتح شوية، وهنعمل له لوك. لو انت عايز تشيل الستروك ممكن تشيله عادي، دي خلفية بس كده. هنجيب بعد كده ريكتانجل مرة تانية وهرسم ريكتانجل كبير كده، هخلي اللون بتاعه أبيض، فيل هشيل الستروك، وبعد كده هجيب الريكتانجل مرة تانية هرسم ريكتانجل كبير وهعمل من النقط دي كده عشان أعمله راوندد بالشكل ده، وهميله كده وهعمل كليك يمين وهختار ترانسفورم ريفلكت وهقوله فيركل وهقوله كوبي وهقربهم لبعض قوي كده علشان نعمل شكل قلب، وهجيب الشيب بيلدر تول وبالت هدوس هنا مرة وهدوس هنا، ومن غير الت هدوس كده على الثلاث اجزاء دول عشان يكون لي قلب في شيب واحد بالشكل ده. هجيب القلب ده احطه فوق هنا كده ونعمل له alignment بالشكل ده، هعمل كوبي منه بريفلكت، هدوس على ترانسفورم ريفلكت واختار المرة دي هورزونتال وهقوله كوبي وهنزله تحت. الشكل هيكون كبير فاحنا هنقصر دي بالشكل ده كده وهنحط دي كده وهنعملهم الاينمنت مرة تانية، هنطلع دي بره كده الاينمنت عشان يبقوا معايا بالشكل ده، هعملهم في الباث فيندر دي، هدوس على كلمة يونايت دي عشان نعملهم لي بالشكل ده، وهدوس كوبي وكنترول اف وبعدين هقلبها بالشكل ده كده، كمان مرة كوبي كنترول اف وبالشكل ده، كمان مرة كوبي بيست بالشكل ده، هيكون لي شكل السنو او علامة السنو اللي احنا بنبقى دايما عارفينها بالطريقة دي ولكن المرة دي بالقلوب. بعد كده هجيب التايب تول وهختار فونت اسمه كريسماس ويشز كاليغرافي ده، وبعد كده هكبر الفونت شوية عشان يبان، وهكتب سنو هورتس وهكبرها بالشكل ده، نغير لونها برضو اللون ابيض. طبعا تقدر انك انت تغير الفونت زي ما انت عايز باي شكل تحبه تمام، لكن انا حابب الشكل يكون كده. بعد كده هتيجي هنا وهتجيب الاليبس تول ترسم اليبس كبيرة كده، وبعد كده هجيب الانكر بوينت تول وهدوس مرة هنا ومرة هنا عشان اعملها لي بالشكل ده، هضمها شوية كده وهصغرها بالشكل ده، ممكن نصغر اكتر كمان كده ممكن كده. هجيب الروتيت تول وهاجي هنا في النص وهدوس مرة عشان يفتح لي الروتيت اوبشنز دي، واختار مثلا زاوية 22.5 وهقول له بريفيو وهقول له كوبي، هدوس كنترول دي عشان يعمل لي الشكل ده كده، اعمل عليه سيلكت واعمله في جروب وهجيبه هنا كده
وهعمل كليك يمين وهختار Arrange Send to Back. هتدوس مرة بكنترول دي أداة لحرف الدال عشان يطلعها برا الباك جراوند بتاعتنا. هتلاقي الشكل في الآخر بقى بالشكل ده. تقدر انك انت تزود العدد بانك انت تغير الانجل ماشي، او انك انت تعمل بقى كوبي بيست من الشكل نفسه بكنترول سي كنترول اف، كبره شوية بالشكل ده كده، او انك انت تقدر انك انت تاخد منه نسخة كده كليك يمين وتعمل انجروب وهتمسح كل دول، هتسيب الجزء ده بس وهتعمله روتيت برضو في النص من الانكر بوينت في النص كده، وهتغير مثلا الانجل ده خليه مثلا 10 واعمل بريفيو، نغيره الخمسة اعمل بريفيو عشان خاطر يبقى كتير بس، ونقوله كوبي بالشكل ده وكنترول دي بالشكل ده كده، هيكون اكتمل معاك الشكل كله. هتعمله في جروب كله مع بعضه، الغي ده بقى ديليت وده كمان ديليت، وهد ده هنا. هتعمل كليك يمين وهتختار Arrange Send to Back، وبكنترول حرف الدال هتدوس مرة علشان خاطر يطلعه بعد او فوق الباك جراوند عشان ده يبقى شكله بالطريقة دي. طبعا ممكن تقلل الاوباستي بتاعته شوية عشان يبين كده، وتقدر انك انت تعمل ستروك ممكن احمر كده او لون اللي هو الاحمر الفاتح زي الروز ده، ولكن تقدر انك انت بقى تعمل لهم يونايت مع بعض بالشكل ده عشان يبقى الشكل مظبوط. تقدر انك انت تعمل برضو هنا ستروك بنفس اللون باللون الازرق، ممكن هنا برضو تغير اللون للون الازرق لو حابب، اللي حابب اللي انت حابه اللي انت شايفه تقدر انك انت تعمله. من اللوجهات برضو البسيطة انك تقدر تعملها انك واللي فيها حتة كرياتيف شوية، انك لو عايز مثلا تعمل لوجو لمكان اسمه توينز مثلا، فانت دلوقتي توينز يعني توأم، فانت المفروض هتكتب الكلمة بتاعتك وهتديها بقى ايه حتة كرياتيف كده ازاي. تعالوا بينا نشوف. مثلا خلينا نختار مثلا اي فونت، مثلا الفونت ده اسمه كنول ستيرر 480 بلاك، برضو هسيب لكم لينك ليه ان شاء الله تعالى في الديسكريبشن. خلينا في الاول نكتب كلمة توينز كابيتال، ادي كلمة توينز. دلوقتي ان احنا هنيجي هنا وهنكتب رقم 2 بحيث ان توينز ده هو رقم 2 يعني او 2، فهماني ان توينز ده هيكون ان هما 2 بيدل على ان هما 2. فانا دلوقتي المفروض ان انا هعمل كل حرف لوحده عشان انا عايز اشيل حرف الان وهبدله برقم 2، فانا هعمل كليك يمين واختار كرييت اوت لاين كده. هو عمل لي كل حرف لوحده، ولكن لازم اعملهم في الاول انجروب عشان احرك كل واحد لوحده. فانا هاجي عند حرف الان وهلغيه، اعمل ديليت وهجيب رقم 2 وهحطه هنا كده، صغر شوية وهطوله لفوق كده شوية ويبقى معاك كده. ادي تاني لوجو بحاجة بسيطة برضو او بفكرة بسيطة تقدر انك انت تعمله. طبعا لو انت عايز تلونه هتلونه، عايز تضيف له اي حاجة هتضيفها له، انا بعرفك الطريقة وانت كمل اللي انت عايزه. اللوجو التالت هنعمله بفكرة بسيطة برضو، هنجيب ريكتانجل تول هنرسم ريكتانجل، وهجيب برضو عند النقط بتاعته وهعمل كيرفت لي عشان يبقى راوندد بالشكل ده، وهميله كده شوية. هندوس كليك يمين وهنختار ترانسفورم ريفلكت، هنعمله فيركل وهقول له كوبي وهجيبه كده وده كده
وليكن مثلا بالشكل ده. هجيب ال شيب بيلدر تول، برضو همسح الأجزاء دي تمام، وهنا برضو بالشكل ده، وهحوله لستروك، هتخنه أو هدوس على العلامة دي عشان يعمل لي راوندد. لي هجيب الريكتانجل تول وهرسم ريكتانجل كده، وهلفه برضو بالشكل ده، ومن البيزك ده هختار البوينت 5 بوينت راوندد دي، وهلفه كده شوية واظبطه على الدايرة دي. بالشكل ده. وهجيب السيزر تول وهدوس مرة هنا ومرة هنا، وبالدايركت سيلكشن تول كده همسحه. وهنيجي برضو بالسيزر تول من هنا وهنا، وبرضو هنمسح الجزء ده بالشكل ده كده. تقدر بعد كده ممكن تضم ده شوية تظبط الشكل بتاعك اكتر. بالشكل ده تعمل خلفية لي، هيبقى اللون بتاعها مثلا حاجة زي كده، وهعمل كليك يمين واختار برضو change to back، هعمل لها لوك عشان ما تتحركش، والجزء ده كده هعمل له جروب، اجيبه في النص واغير اللون لابيض بالشكل ده. وهتقدر انك انت بعد كده تسميه اسم هارت كليب، وتختار الفونت المناسب ليك انك تستخدمه، وهتكبره طبعا وهتخلي لونه ابيض. تقدر انك انت بعد كده الاستروك كده تكبره كمان بالشكل ده عشان يظهر معاك اكتر، تبقى دي النتيجة بتاعتك. وبكده يكون انتهى تصميمنا النهاردة. اتمنى ان درس النهاردة يكون عجبكم وكنتم تكونوا استفدتوا حاجة جديدة. لايك وشير للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات. كان معكم حازم صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.